يقول عن نفسه أنه يعيش السنة الثانية بعد قرن حسب ما قدر عمره بحكم قضائي، غير أن الكثير من الأقرباء وتاريخ ميلاد الأبناء تشير إلى عمر 116 سنة. وباختصار هو عم يونس بقرية النغرة ببلدية ولد عسكر بوسيف، قرن وبضع سنين، ذاكرة تمشي وقلب ينبض بالحياة. إيش مروا وما مرتوش خلاص، والله مرت هذا وما نعرفه أنا، يجيبوا من الغابة ونأكلوا، والحمد لله. والزيت، الزيت دي الزيتونة كاين، ولو كان عادوا يخليوه الغابة يروح. ذاكرته ما زالت تسترجع شريطا طويلا مدته 100 سنة، حربان عالميتان وأحدث 8 ماي. 43 عيطت علينا فرنسا، داتنا 3 سنين، داونا عندك لتونس، من تونس للطريان، من الطريان لفرنسا. هو ما زال يتذكر عرسه بهذه القرية التي لم يغادرها إلا في فترة تجنيده في الحرب العالمية الثانية. حنا بكري نتفضحوا، حنا الفضيحة عندنا، نحشمو، نحشمو نخلطو على الرجالة، نزوج وحشمت باش نزوجو، خلت الجماعة عطيت كل واحد عطيهم القهوة من عندي. وكان مطلب عم يونس أن ننقل نصيحته بأمانة. تعالى رب العالمين وصوبة كما كان ربي، كما نقولوا كلوا الرئيس ديالنا يكون الهضرة دي مليحة، ويطيعوه الناس، هو يطيع الناس، نطيعوا بعضنا ونجيو يدينا وحدة. قرن وبضع سنين، وما زال حلمه بيت دافئ، وسقف يقي من المطر، وجزائر واقفة إلى الأبد.